بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأنبياء وخاتم المرسلين. أنا قائد العملية العسكرية على جبهة الأشرفية. طبعا نحن الآن على خط الجبهة، التقدم عنا عم بيصير على مستوى طبعا من كراج عفرين شارع السوق باتجاه ساحة الدرج، كمان وباتجاه مدرسة الأخطر. الحمد لله نحن كل يوم عنا تقدم جديد. بشار أسد عم يضربنا بكل أنواع الأسلحة، الدبابات، الطيران، المدافع، ولكن ما هالشيء، نحن صامدين والحمد لله. يوميا في عنا تقدم، يوميا ما عم نوقف نهائيا، والله ولي التوفيق.